بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الله معكم اعزائي، ان شاء الله سلام الرب يكون معنا كليتنا. اذا الله راد رح نقرا مع بعضنا نص مولد يوحنا المعمدان ونتامل فيه مع بعضنا. وتم زمان اليصابات لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها واقاربها ان الرب قد عظم رحمته لها ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم ابيه زكريا. فأجابت أمه وقالت لا، بل يسمى يوحنا. فقالوا لها لا أحد في قرابتك يدعى بهذا الاسم. وأشاروا إلى أبيه ماذا يريد أن يسميه، فطلب لوحا وكتب اسمه يوحنا. فتعجبوا جميعهم، وانفتح فجأة فم زكريا وانطلق لسانه وجعل يتكلم ويبارك الله. فاستولى الخوف على جميع جيرانهم، وتحدث الناس بكل هذه الأمور في كل جبل اليهودية. وكان كل من سمع بذلك يحفظه في قلبه قائلا ما عسى هذا الطفل أن يكون، وكانت يد الرب حقا معه. كلام الرب. أحبي، هذا النص عم نشوفه مباشرة من بعد زيارة سيدتنا مريم العذراء لنسبتها أليصابات، وهذا النص رائع جدا. بس نشوف أنه سيدتنا مريم العذراء تركت أثر ببيت زكريا وأليصابات. مريم العذراء من بعد ما أليصابات مدحتها تنقول مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك. وبعد ما قلت لها من أين لي أن تأتي إلي أم ربي، مريم العذراء دغري تتواضع وبترفع الشكر للرب، تعظم نفس الرب، تقول وتبتهج روحي بالله مخلصي. فإذا هالكلام يلي تم ببيت زكريا، عم نشوف زكريا عم بيصير معه زيت الشيء. مجرد ما ولد ابنه رحوا تمشين يسموه باسمه هو زكريا، إليصابيت تقول لا، الله تذكر، أوكي سوف يدعى اسمه يوحنا، الله تحنن. فإذا زكريا وقت اللي سألوه شو بدك تسميه، طلب لوحا وكتب اسمه يوحنا. منشوف ينطلق لسان زكريا فجأة، شو ببلش يقول؟ بدل ما يروح لعند ابنه يحكي ابنه كلمات حلوة يعبر له عن مدى فرحه فيه، منشوف عندما انطلق لسان زكريا أخذ يبارك الله. أول كلام منشوفه يقال من بعد ما انطلق لسانه ويبارك الله، منشوف شو بيقول زكريا، بيعمل نشيد تماما مثل ما فعلت مريم العذراء. مريم العذراء من بعد ما سمعنا كانت عم تقول تعظم نفس الرب، تعمل هيدا النشيد الحلو. زكريا بس فتح لسانه، اول شغله بيعمله ببارك الله، بيقول تبارك الله. احبائي، زكريا فهم انه الرب ما كان عم بيعاقبنا، الرب كان عم بيقدمنا، وهيدا الشيء كان لصالحه. كانه زكريا هالكاهن البار الذي كان يسير بتقاوى امام الرب بالعهد القديم، اليوم صرنا بالعهد الجديد. زكريا عم بيبارك الله، هو عم بيقول أنا الرب أحسن إلي، أعطيني لكن يا رب فرصة أنه أرجع مجد اسمك. أنا كل عمري يا رب مجدك بالهيكل، أعطيني فرصة من جديد أني أرجع باركك. انفتح فجأة فم زكريا، أول شغلة بيقولها من بعد ما انفتح لسانه تبارك الله. ما شفنا زكريا عم بيقول ليش يا رب، ليش عاقبتني، دي عين. زكريا يبارك الله مثل ما فعلت مريم العذراء. أحبائي، هيدا الشيء ترك أثر من مريم التي تمجد الرب إلى زكريا إلى بربولوس، وقت بيفتتح رسائله كليتهم تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، كورنثوس الثانية، أفسوس، تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. أكترية رسائل مربولوس عم بيشكر الله على النعم اللي الله عطونا إياه. ومربطرس كمان بيتأثر بهالجو، كمان ببلش رسالته الأولى تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. ويمكن اليوم نحن ككهنة بتلاحظوا منبلش عطول صلواتنا سلام الرب عطول، لأنه هيدا الشيء مريم العذراء عطتنا مثل حلو نحن عم نستفيد منه. أحبائي، وقت اللي يوحنا ولد بهالبيت، ولد وعندهم أهله وظيفة أنه يعطوا إياه. أول شيء وأهم شيء تهيئة طريق الرب، هالشي بيقوله زكريا بالنشيد،
إذا بنقرأ النشيد زكريا بالفصل الأول كمان من لوقا بيقول: وأنت أيها الصبي ابنه نبي العلي تدعى لأنك تسير أمام الرب لتعد طرقه. فإذا يوحنا اتربى ببيت زكريا وإليصابات، هالبيت الطائق إنه يهيئ طريق الرب. أحبائي، طالما صارت بالكتاب المقدس روح آلية النبي كانت على يوحنا المعمدان، يا ريت ربنا إذا بنطلب منه هالنعمة بنقول له: يا رب اعطينا نحن كمان إنه تكون روح يوحنا المعمدان علينا، إن نعرف نهيئ الطريق لتفوت انت عقلوب العيلة. يعني حلو إن نقول له للرب: أنا خليني أول شيء هيئ لك قلبي، خليني أنا حضر حالي، كون متشبع من قراءة الكتاب المقدس، قلبي جاهز، انت بس تطلب مني طلب، أنا بخدمتك يا رب. مثل ما قالت مريم العذراء: أنا خادمة للرب. نحن كمان حلوي إن نحط حالنا بهالجهوزية. واحد، اثنين، إذا منقول له للرب: أعطيني يا رب هالقدرة إني مش بس هيئ حالي، من بعد ما أنا صير جاهز هيئ قلوب العالم، هيئ قلوب رفقاتي، هيئ قلوب ولادي. يعني هل يا ترى نحن اليوم منستفيد من هالنصوص يلي منقراها بالكتاب المقدس تمشينا نعيشه؟ إذا منقدر هيدي نعمة من الله. يعني أنا هل يا ترى عم بحضر حالي أنا ومرتي لعبادة ابني؟ إننا نعرف كيف بدنا نربيه، اعطينا يا رب إننا نحضر ابننا لأنه بده يتعمد، بده يصير محمد على اسمك. طيب بغير هيدا، هل يا ترى أنا اليوم بدي أقعد عراب لطفل؟ هل يا ترى أنا عم بحضر هالطفل؟ أنا عراب، أنا مسؤول، أنا مسؤول روحيا عن هذا الطفل قدام الله. أنا ربنا بيطالني بيقول لي: أنا حطيتك مسؤول روحي، ربيت هالطفل، اسألت عنه إذا عم بيروح على الكنيسة، إذا عم بياخدوا أهله يوم الأحد. ما بدنا نكون إحنا عم نحط عروب وعروبي فقط، منجيب أشخاص يمكن نطلع فيهم بالعمر مرة. هودي أشخاص لازم يكونوا مسؤولين روحيين. خلونا نطلب هالنعمة من يوحنا المعمدان: أعطيني أعرف حضر قلوب العالم. طب نحن كمان عم ياريت عم نقدر نحضر أولادنا صح للمناولة الأولى. هذا طفل ما بيعرف شيء، بيعرف انه رايح ياخذ خبزه. حلو انه نقعد نحن وابننا نعلمه انه انت سوف تلبس الرب. انتوا عم تكونوا يوحنا المعمدان، انتوا عم بتهيئوا طريق الرب. احبائي، العالم اليوم يحتاج الى اشخاص يعطون الرب مجانا. يسوع المسيح بيقول لنا: كنت غريبا، كنت مريضا، كنت مسجونا زرتموني. بالحقيقه المسيح ما كان مسجون او محبوس او مريض، عم بيخلق فينا حب الاعتناء ببعضنا البعض. فإذا أرسلنا نحن كرمال نعمل هالشي. يا ريت نحن بناخد هالعبارة وبنمشي بنقول له: يا رب أنا العالم بدها تنطر مني كلمة تعزية، كلمة حب، ابتسامة، أنا بدي هيئ هالقلوب تمشين أنت يا رب تصير جاهز أنك تفوت عليها. يا ما في ناس تحتاج إلى كلمة، إلى ابتسامة، إلى هيك دفشة صغيرة تتنطلق روحيا. أعزائي، مش بس نطلب من الرب أنه يعطينا روح يوحنا المعمدان، خلونا كمان نطلب من الرب أنه نقدر هالطفل يلي موجود بين إيدينا. يعني النص بيختم بجملة جدا رهيبة: ما عسى هذا الطفل أن يكون، ما عسى هذا الطفل أن يكون. شو بيعرفكن أولادكن اللي بين إيديكن إيش بيطلع منهم؟ إذا كنتوا مثل زكريا وإليصابات بتربوهن تربية قداسة، تربية نقية طاهرة، بيطلع أولادكم بيحملوا صفاتكم، صفات الشهامة، صفات الكرم، صفات الأخلاق العالية، صفات التعالي عن الـ عن الـ عن الصغائر. إذا ما بتحضوا أولادكم لهالأشياء أولادكم ما بيعرفوا. نحن ما بدنا نعيش بمجتمع أن نربي أولادنا خاط حقك بإيدك وقتل وضرب. إذا نحن بدنا نكون تلاميذ يسوع المسيح ما في عنا خيار تاني، يهيك ما فيني اعيش سوري على التعبير، يعني اجر بالبور واجر بالفلحين. يبا انه انا بدي يبنى الرب، ما هو سيدنا يسوع المسيح بيقول ما فينا شجره تين طلع نوع تاني من الثمار. يا اما بدنا نربي اولادنا تربيه قديسه او لا، ما عسى اولادنا انه يكونوا. شغلي كمان تانية، وبعتذر اذا كان شوي الموضوع حساس اليوم، في مرات كتير شخصين
بيعملوا عمل إيمورال و تحبل للمرأة. تمشين يخفوا خطيتهم تطلع العطرة بالوالد بيقتلوا الطفل. ليش؟ إيش بدول عنا المجتمع إذا عرفوا أهله إذا عرفوا أهله ومنبلش تطلع المصيبة بالوالد. يعني أنا مين عم بقتل؟ عم بقتل ابني. أنا عم بقتل ابني بغض النظر عن مرات الناس بفوتولنا أبونا بركي اغتصب بركي حد. خلونا نحكي أول شيء بالحالة الطبيعية. عم نحكي بحيلة طبيعية، ما في شيء، حتى زلمي مرة مجوزين، ما بدنا أولاد صار عنا كتير، بغض النظر شو السبب، نحن عم نقتل، مرات نعزي حالنا منقول، ماشي كنت يعني جمعتين وما مرقصة ما في قلب، ما في روح، ما في عينين، لا، أحبائي على القليل قتلتوا مشروع، مشروع شخص كان بيحقله يوقف ويقول، ليش قتلتوني أنا كان بدي أعيش، أنا كنت حب أبدوق الحياة. نحن اليوم منبوز ايدين امياتنا، نحن اللي عم نحضر، نحن اللي عشنا صررنا فرصه ان نشوف الحياه، منبوز ايدين امياتنا بنقول لهم ميرسي انه ربيتونا توصلتونا لهون، اعطيتونا فرصه ان نعيش، ما روحتونا. احبائي ما نحس ان اخره الدنيا، اذا الانسان وقع بهالشغله ما بشجع لها ولا واحد بالمليار، بس اذا عم قول صورت بالماضي خلونا نروح نحط حالنا بين ايدين الرب، نروح على كرسي الاعتراف، نقترف بهالخطيه ونقول له للرب ما بدنا نعيده. نحن ما نجينا على الحياة تنوقف حياة حدا تاني، نحن جينا على الحياة تنبني، جينا على الحياة تنخلص نفوس هيدا الطفل يلي بأحشائنا. حدا بيعرف ايش بيطلع منه، يمكن يطلع مارشاربل تاني، يمكن يطلع بابا روما تاني، يمكن يطلع رئيس، يمكن يطلع شو ما كان، بس على الأكيد بيطلع قديس إذا ربيته على قديسة. أمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين أمين. نشكر الله على كل النعم اللي عطونا إياهم، نشكر الله على مريم العذراء يلي عطتنا طفل رهيب، نشكر الله على إليصابات اللي عطتنا طفل رهيب، نشكر الله على كل الناس اللي ربوا تربية ولادهم صالحة تطلعوا لنا كهنة قديسين وعمدونا من 2000 سنة توصلنا لليوم لهون أمين.